لم تكفي المغاربة حالة الاحتقان المتزايد بسبب السياسات الحكومية الجائرة حتى ردت عليهم حكومة عزيز أخانوش بمشروع قانون مالية أكثر جوراً يعتبره المغاربة تهديداً مباشراً للسلم الاجتماعي. في سياق موجة الغلاء الفاحش في المغرب، عمدت حكومة أخانوش منح إعفاءات وامتيازات لأصحاب الثروة وشركات المحروقات، بعضها ملك لرئيس الحكومة. في قانون الميزانية الحالي الذي يناقش هذه الأيام في البرلمان، عطاء إعفاءات وامتيازات خطيرة لشركات المحروقات، وعطى امتيازات لأصحاب الثروة اللي كنا كننتظروا أن يتم تضريبهم وفرض ضرائب على الثروة عليهم، تعطتهم امتيازات وإعفاءات وعلى رأسها الشركات ديال عزيز أخانوش. لأن النظام المغربي بات محترفا في سياسة إفقار مواطنيه، فقد تضمن مشروع قانون الميزانية لسنة 2023 ضرائب غير مسبوقة على أصحاب المهن الحرة. الفلوس اللي نقصات غادي يجيبوها من طرف المهنيين، من عند لي كونطابل، من عند العدول، من عند المحاسبين، من عند المهندسين، من عند الأطباء، من عند المحامون، باش ذاك الطبقة المتوسطة اللي باقا شوية غادي يكشطوها ويهبطوا للطبقة الفقيرة. نشطاء سياسيون مغاربة اعتبروا ما يحدث في بلدهم نتيجة منطقية لحكومة تقودها عصابات وخارجون عن القانون. حرب على جيوب المغاربة كتقودها حكومة المافيا، حكومة العصابة. أمام السياسات السلطوية للحكومة المغربية، تنظم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الأحد وقفات احتجاجية في عديد المدن المغربية، احتجاجات يبدو أنها ستأخذ منحا تصاعديا في قادم الأيام.